بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما احنا عارفين يا جماعه وخدنا قبل كده هو عندكم في مقاطع الفيديوهات السابقه anatomical sites of lymphatic tissue والlymphoid tissue in the head and neck. طبعا lymphoid tissue في the head and neck ريفيجن سريع عامله زي الترابيزه اللي احنا بنقعد عليها في النادي. الترابيزه اللي احنا بنقعد عليها في النادي قرص كبير وفي النص فيه عصايه الشمسيه كده فيها دائره صغيره. طبعا كلنا عارفين الدائره الصغيره دي اللي هي مين؟ افتح بقك طلع لسانك واجيب تانج ديبريسور واروح طلع لسانك وافتح بقك واروح قايس على لسان العين عشان اشوف الانر سيركولار تشين او الولدايرز رينج اللي هم عباره عن توبال تايم كونسلز يمين وشمال عباره عن اللينجوال كونسل انتيريولي والنيزوفارينجيال كونسلز اوستيريولي. فدي الليمفويد تيشو اللي في الاوروفارنس اللي اسمها انر سيركولار تشين او الولدايرز رينج. طول عين افتح بقك طلع لسانك وتدوس بتانج بريس على التانج تقول اسبكت اربع كونسلز. بعد كده من الاوتر سيركولار تشين يا جماعه تبتدي بقى مين؟ دي المنتال ريجن فتحتها في سب منتال لينف نودز. من القواعد العامه يا جماعه في اللينف نود قبل ما نبتدي ان اللينف نودز معظمها في الهيد اند نيك بتتفحص بالصباعين دول اللي هم مين؟ اندكس اند ميدل فينجر. وبتحبوا دايما يا جماعه تحسوا الليمف نودز والسكين والمسلز استريتشد ولا تحبوا تحسوا والسكين والمسل ريلاكسد؟ هتحس احسن امتى؟ اكيد اما السكين والمسل يكونوا ريلاكسد. عشان كده يا جماعه لو انا عايز افحص الصاب منتال الليمف نود لازم احط ايديا في راس العيال واروح اعمل لها فليكشن. فما اعمل فليكشن للنك يبقى انا عملت ريلاكسيشن للسب منتال ريجن. وانا واقف قدام العيان اهو بالصباعين اللي احنا اتفقنا عليهم هعمل كومبريشن اند روتاتور موفمنت في السب منتال ريجن. فايد فوق راس العيان ويدخل قدام تو ريلاكس السكين والاستراكشرز اللي في السب منتال ريجن وبالصباعين اللي احنا اتفقنا عليهم. ودايما طبعا بحس باليمين لان انا رايت هاند بحس السب منتال ليمف نود. بعد السب منتال ليمف نود وطبعا خدوا بالكم انا بحس هو من قدام. بالمناسبه على فكره الليمف نود اللي بتحس من قدام كلاسيكال يعني وتحسهم احسن لاربعه دول اللي هي سب منتال والسب منديبولار يمين وشمال والبريلارينجيال والبريتراكيال الليمف نود. فالاربعه اللي قدام دول هجيبهم وانا واقف قدام العيان. فانا واقف قدام العيان ميلت راسه قدام وبحس في السب منتال ريجون في الميدل لاين يبقى سب منتال ليمف نود. بعد كده بقى عندنا مين؟ البودي اوف ذا ممبرين تحتين في السب مانديبولار ريجون السب مانديبولار ليمف نود بيتحس ازاي؟ تمام راس العين في الاكزامينشن تو ريلاكس. الليمف نود اللي هتحسها دي يا جماعه السب مانديبولار الشمال ولا اليمين؟ طبعا الشمال. شوفوا هحسها بأنهي صابع بتاعت هي ال يمين. السب مانديبولار الليمف نود بقى الفن جدا في الرولينج بتاعها. الرولينج بتاعها ان انا هروح اخلي صباعي ده اتنيه كده هو عشان يبقى زي الخطاف واحط ده في الصف مانديبولار ريجن تحت المانجل واعمل رولينج على اللور بوردر زمان فبالفينجر تيبس وهي عامل زي الخطاف بعمل رولينج
للسبمانديبولار ريجن على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. ماشي. وزي ما انتم شايفين الشمال فحصان مين؟ باليمين والعكس. امعي نصب عينك في الاكزامينشن وريلاكس. والسبمانديبولار باليمين، شايفين هتفحصها باليمين؟ باليد العكسيه بالشمال. وهي زي الخطاف واعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. وطبعا تمسح وتغطي السبمانديبولار ريجن كلها. وزي ما انتم عارفين السبمانديبولار ريجن تمتد من السيمس منتاي لحد الانجل اوف ذا ماندبل. فكل الحته اللي تحتيها دي تحت البودي بمسحها اهي بعمل رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. ماشي. حكمتها ايه بقى يا جماعه؟ ليه بتعمل رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل؟ لان يا جماعه اشهر سويلينجز ان هو مين؟ الكومنست سويلينج في السب مانديبولار ريجون السب مانديبولار لينف نود الارجنت. طب السكند كومنست سويلينج مين؟ السب مانديبولار سليفري جلاند الارجنت. وهنا السؤال المشهور بقى، ازاي تفرق السويلينج اللي في السب مانديبولار ريجون؟ لينف نود الارجنت من سليفري جلاند الارجنت. مبدئيا طبعا اكيد في فرق في النمبر. الليمف نود يا جماعه النمبر بتاعتها اتفقنا ايه؟ اولويز مالتيبل سويت. بينما السليفري جلاند سويت هتكون سنجل. الحاجه الثانيه الحركه اللي انا بعملها دي يا جماعه اللي انا بلف على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. مين السوبرفيشال قوي قوي اللي تحت ايديا واعمل لها رولنج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل؟ الليمف نود ولا السليبري جلاند؟ طبعا تنفرد الليمف نود اللارجمنت بان هي اللي اقدر اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. السليبري جلاند نيفر ان انا اقدر اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. وفي حاجه ثالثه يعني ما تخصناش قوي، يعني ان انا ممكن افرق السليبري جلاند اللارجمنت من الليمف نود اللارجمنت بان انا اقول للعيان افتح بقه وانا لابس جوانت. طبعا احس السويلنج بصباع في الصفة النيبرا ريجن اللي هو ناحيه الجلد وصباع تاني في الفلور اوف ذا ماوس. ايه رايكم؟ مين اللي هيتحس احسن على الجلد هنا؟ السوبرفيشال اللي هي الليمف نود. بينما مين اللي هيتحس احسن في الفلور اوف ذا ماوس؟ الديب اللي هي السليفري جلاند سويلنج. فالفرق الصعب من الانر لينف نود انلارجمنت من السليفري جلاند انلارجمنت هون بانها مالتيبل. اللينف نود طبعا مالتيبل اقدر اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل. وبالباي مانوال اكزامينشن اللي هو بدايه الاثنين بتتحس على جلد الليمف نود احسن ما يمكن. بينما السليفري جلاند سنجل ما اقدرش اعمل لها رولينج على اللور بوردر اوف ذا ماندبل وفلت احسن ما يمكن فل في اللور اوف ذا ماندبل. بعد ما فحصنا الصاب مانتر والصاب مانديبلر لازم بقى نكمل فحص الاوتر سيرفر تشين. الاوتر سيرفر تشين اللي احنا بنشبهها انها قرص الترابيزه اللي بره، الحرف اللي بره ده بتاع القرص عباره عن سب مانتر وسب مانديبلر. وارجع لي بقى ورا، ترجع لي ورا بقى عشان احس مين؟ انا طبعا اللي برجع ورا الدكتور عشان احس على خدها. ليه في نقطه كده ما بقاش لينكس سيجنيفيكانس اسمها بقل لينف نودز. ثم اسمها ايه دي بقى؟ دي اسمها الاوريكل. الاوريكل يا جماعه بيفيد للتلات مجموعات من اللينف نودز. قدام الاوريكل طبعا الحته دي يا جماعه من الاوريكل اسمها تريجس اوف ذا اوريكل. جاست قدام التريجس في البري اوريكيولار لينف نود. طب ورا الاوريكل، ورا الاوريكل حط ايديك نروح هتلاقي فيه عظمه اللي اسمها ماستويد بروسيس. في هنا اهو اللينف نود اسمها بوست اوريكيولار او اسمها الثاني ماستويد لينف نود. الاوريكل دي الحته دي منها اللي هي الطريه دي اسمها اللوبيول اوف اير. اللوبيول اوف اير دي يا جماعه حواليها في باروتد سليبري جلاند
والباروتيد فاشيا وحوالي البيلو فير ريليتد للباروتيد سيريبر جلاند والباروتيد فاشيا ليمفيرونز اسمهم سوبرفيشال اند ديب باروتيد ليمفيرونز. نفحصهم بقى ازاي؟ الاثنين في نفس الوقت يمين وشمال بالاثنين بالصبعين اللي احنا متعودين عليهم اندكس ومدل. هفحص قدام التريكس اوف ذا اوريجن. يبقى انا بفحص مين؟ البري اوريكيولار ليمف نودز. بعد كده هفحص ورا الاوريجن. افحص ورا الاوريجن اهو. بفحص ورا الاوريجن على الماستويد بروسيس. يبقى دي البوست اوريكيولار ليمف نود باي كومبريشن اند روتاتر موفمنت. اوكي بقى كمان بقى حوالين اللوبيول اوف اير. حوالين اللوبيول اوف اير من قدام ومن تحتها قدام كده اللوبيول وتحت اللوبيول اوف اير بحس الباروتيد ليمف نودز. فقدام الاوريكل وقدام التريجس دي اسمها صغيرة التريجس. فقدام التريجس اوف ذا اوريكل بري اوريكل. ورا اوريكل على الماستويد بروسيس بوست اوريكولار او ماستويد ليمف نود الاسم التاني بتاعها ماستويد. وحوالين اللوبيول اوف اير بحس الباروتيد ليمف نودز. فاضل لنا بقى زي ما انتم عارفين في الاوتر سيركولار تشين مين؟ ليمف نودز على الاوكسيبيتال بون. على الاوكسيبيتال بون عند تلقي الاستيرنوماستويد زي ما انتم عارفين الاستيرنوماستويد دي اللي هي الزق ده جامد المصل دي اللي في سايد اوف ذا نيك اهي دي الاستيرنوماستويد. عند تلقي الاستيرنوماستويد مع زق ده جامد مع العضله دي العضله اللي في الظهر دي يا جماعه اسمها ترابيزيوس. عند تلقي الترابيزيوس مع الاستيرنوماستويد على الاوكسيبيتال بون دي المنطقه اللي اسمها الايبكس اوف ذا بوستير تراينجل. وعلى الاوكسيبيتال بون في لينف نودز اسمها الاوكسيبيتال لينف نودز. الاوكسيبيتال لينف نود دي بقى محتاجه فن حيث انها ما بين الاستيرنوماستويد والترابيزيوس. يبقى ريلاكس الاستيرنوماستويد بين انامي الراس على ناحيه الاكزامينشن وحيث كمان انها ريتد الترابيزيس يبقى ريلاكس الترابيزيس بان انا اجيب راس العام بوستيرو. اما اتناي راس العام على فكره لاترالي تو ريلاكس الاستيرنوماستويد وبوستيروي تو ريلاكس الترابيزيس. يبقى انت مايلت راس العام ازاي؟ بوسترو لاترالي. فانا مايلت العام هو لاترالي وبوستيروي يعني بوسترو لاترالي تو ريلاكس منطقه الابيكس اوف ذا بوستيرو ترانجل. وشايفين بقى صار واحد يبقى بصل فين؟ للاكسبيتال بون اللي هي واحده من العظمه بتاع السكال اهي عند تلقي الاستيرنوماستويد مع الترابيزيوس. ويبقى دي محاوله البلبيشن اوف اوكسيبيتال ليمف نودز. حاسس الابيكس اوف ذا بوستيرو ترانجل كويس؟ اهو وانا ايديا فيه تعمل رولينج على العظمه اللي اسمها الاوكسيبيتال بون. نفس الكلام على الناحيه الثانيه. هروح معايا راس العيان لاترالي تو ريلاكس ستيرنوماستويد وبوستيرلي تو ريلاكس الترابيزيس يعني بوسترو لاترال. وادي هو الاندكس والميدل فينجر في الايبكس اوف ذا بوستيرو ترانجل بحس الاوكسيبيتال ليمف نودز على الحاجه الناشفه اللي هي الاوكسيبيتال بون. ويبقى دي الاوتر سيركولار تشين السبمنتال والسبمانديبولار كلاسيكالي وتيبيكالي بيتحسوا من قدام ثم الباقيين بقى كلهم من ورا سواء كان باكل والاثنين في نفس الوقت او بري اوريكولار او الباروتيد او البوست اوريكولار او طبعا الاوكسيبيتال ليمف نودز. بعد الاوتر سيركولار تشين نبتدي بقى لل ليمف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك. الليمف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك دول بقى عباره عن مين؟
الليمف نودز اللي في السايد اوف ذا نيك دول يا جماعه اللي اسمهم الديب سيرفايكال ليمف نودز. تيبيكالي الديب سيرفايكال ليمف نودز دول يا جماعه دول ديب توستينوماس تايب along the internal jugular vein. السيرفايكال ليمف نودز بتتقسم اناتوميكالي بقى الانترميديت تندون اوف ا ماسل اسمها اوموهايويد. الاوموهايويد دي يا جماعه ليها انترميديت تندون معدي على الانترنال جاجولار. فلو الانترنال جاجولار فين كده وعليه الديب سيرفايكال ليمف نودز راحت معديه كده والانترميديت تندون اوف اوموهايويد. فكده اتقسمت الليمف نود لحبه فوق وحبه تحت. الانترميديت تندون اوف اوموهايويد. الليمف نودز اللي فوق دي اللي اسمهم الابر ديب سيرفايكال. طب واللي تحت الانترميديت تندون هتبقى مين؟ لور ديب سيرفايكال. الابر ديب سيرفايكال في واحده منهم متسميه هنا جاست. طبعا دي هنا ده المندبل الريمس بتاعه ده الريمس اوف ذا مندبل وده البودي اوف ذا مندبل وهنا محسوس فينا كلنا الانجل اوف ذا مندبل جاست بيلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا مندبل. في ليمف نودية مشهورة قوي اسمها جاجيولو دياجاستريك ليمف نود. وزي ما احنا عارفين من اناتومي ان اسمها جاجيولو دياجاستريك عشان طلاق البوستيرو بيلي اوف دياجاستريك مع الانترنال جاجيولار فين. فيبقى دي اسمها جاجيولو دياجاستريك ليمف نود. وعند تلاقي الانترميديت تندون اوف اوموهايويد مع الانترنال جاجيولار فين في جاجيولو اوموهايويد ليمف نود. يتفحص بقى الكلام ده ازاي؟ بنميل راس العيان تو ريلاكس الاستيرومستايد واحاول احس بايديا كده هو الاثنين بصابعي الاندكس والميدل من ناحيه والصم من ناحيه واحاول اهو كده بايديا اعمل كومبريشن وروتاتور موفمنت على الانتيرو بوردر وبالصباع ده على البوستير بوردر ودي توستيروماستويد. يبقى ده الابر ديب سيرفايكال ليمف نود. وبالذات وانت بتحس هنا بيلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبل يبقى انت بتحس مين؟ الليمف نود اللي اسمها جاجيولو دياجاستريك ليمف نود. الكلام ده يتكرر تحت. يتكرر من هون تحت فين؟ عند اللور بارت اوف ستيرومستويد. والستيرومستويد اهي يا جماعه زق ده يا جماعه العضله دي شايفين العضله البارزه دي هي دي اللي اسمها الستيرومستويد. فعند الابر بارت بتاعها حسيت الايه؟ الابر ديب سيرفايكال. طب اللور بارت بتاعها بقى اروح ماسك كده اللور بارت بتاع الستيرومستويد وعامل اعمل رولينج وكومبريشن وروتاتري موفمنت. بس خد بالك بقى ايه هو الليفل الفاصل والقاطع ما بين الابر ديب سيرفايكال واللور ديب سيرفايكال؟ في الاناتومي اتفقنا الانترميديت تندون وفومو هايويد. طب كلينيكالي مين الليفل الفاصل والقاطع؟ طبعا زي ما انتم شايفين دي يا جماعه تفاحه ادم اللي اسمها ايه؟ السيرويد كارتريج. تحتها في الدبله دي اللي اسمها كريكويد كارتريج وهو ده الليفل الفاصل والقاطع بتاعه. عند الليفل اوف كريكويد كارتريج الليمف نود اللي فوقيك ابر ديب سيرفايكال والليمف نود اللي تحتيك هتبقى لور ديب سيرفايكال. ماشي. اللور ديب سيرفايكال فيها فن برضو يا جماعه في ايه؟ انا بحس اهو بلو ذا ليفل اوف كريكويد كارتريج. بس خد بالك ان في ليمف نود كتير قوي من اللور ديب سيرفايكال متبحتره هنا ورا في السوبرا كلافيكولار فوسا واسمها سوبرا كلافيكولار ليمف نود. عشان كده انا اقدر اقول لك كلاسيكالي كنا بنقسم دايما اللور ديب سيرفايكال دي لانتيرو بارت اللي هو ديب توستيرومستويد وبوستيرو بارت اللي اسمهم سوبرا كلافيكولار ليمف نود. فدي هي البوستيرو بارت اوف اللور ديب سيرفايكال اللي هي السوبرا كلافيكولار ليمف نود. ودول يا جماعه بيتفحصوا الاثنين في نفس الوقت. بعمل كومبريشن اند روتاتري موفمنت في السوبرا كلافيكولار فوسا.
في ملاحظه بقى مهمه جدا ان بالذات الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود دي الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود دي التي يطلق عليها فيركاوز جلاند او في بعض العلماء والدكاتره بيقولوا عليها فيرشاوز جلاند بس انا تندنج يعني متربي على فيركاوز جلاند لو اتقالت فيرشاوز مش غلط. طبعا خد بالك يبقى الديب سيرفايكال كلها ليمف نود بتتفحص والعيان ممايل راسه ايديا كده هو فوق راسه متمايلها ناحيه الاكزامينيشن وحسيت اباف ذا ليفل اوف كريكويد كارتريدج باي كومبريشن اند روتاتور موفمنت انتيرو وبوستيرو وديب بوستيرو ماستويد يبقى ده الابر ديب وبعدين بيلو ذا ليفل اوف كريكويد كارتريدج اللور ديب اللي هي جزئين انتيرو بارت ديب بوستيرو ماستويد والبوستيرو بارت اللي هما الاثنين بيتحسوا في نفس الوقت اللي هما السوبرا كلافيكولار ماشي. طبعا اللي اتعمل على الشمال هو اللي هيتعمل على اليمين. يلا ريفيجن حماي راس العيان ناحيه الاكزامينيشن واباف ذا ليفل اوف كريكويد كارتريدج هروح اهو بالاندكس والميدل فينجر انتيرولي والصم بوستيرولي واعمل كومبريشن وروتاترو موفمنت على الانتيرو بوردر والبوستيرو بوردر وديب توسترنو ماستويد اللي اتعمل above the level of cricoid cartilage للأبر ديب سيرفايكال هيتكرر تحت below the level of cricoid cartilage للأنتيرور بارت of lower deep cervical والبوستير بارت اللي هما السوبرا كلافيكولار مع الملاحظة دي الرايت سوبرا كلافيكولار خد بالك الرايت سوبرا كلافيكولار مالها ما اسمهاش حاجة تانية هي رايت سوبرا كلافيكولار الفيرشاو او الفيركاوز جلاند دي الشمال بس لانها اهميه كلينيكالي ان شاء الله كلكم هتعرفوها في المالجنس والحاجات دي. بعد يا جماعه ما فحصنا الابر والدور ديب سيرفايكال لينف نود لازم بقى اطلع لقدام اطلع لقدام عشان احس ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين السيرويد كارتج والكريكويد كارتج ما بينهم في ممبرين اسمه كريكو ثايرويد ممبرين اسمها ايه المنطقه دي هي عباره عن الثايرويد والكريكويد كارتريدج والكريكو ثايرويد ممبرين دي منطقه اللارينكس والليمف نود اللي قدامك هيبقى اسمها ايه على جوانب الميدل لاين كده يمين وشمال دي اسمها البري لارينجيال ليمف نود او اسمها الثاني ديلفيك ليمف نود فالدلفيك ليمف نود او البلي لانجيا ليمف نود دي بقى هتتحس ازاي؟ بالصباعين بتوع كل مره بس خد بالك بقى تكون لازق على جوانب الميدل لاين على جوانب الميدل لاين شمال ويمين الميدل لاين كده واروح اقلب ده كده عند فين بقى بالظبط؟ على جوانب الثايرويد كارتر وعلى جوانب الكريكو ثايرويد ممبرين اهي يمين وشمال اوكي بعد البريلان انجل او البريلان انجل الليمف نود اللي هي الدلفك في الميدل لاين قدام التراكيه في نوع الليمف نود اسمها بري تراكيه الليمف نود فقدام التراكيه نفحص البريتراكيل وطبعا كلكم عارفين ايه اهميه الابر ديب سيرفايكال واللور ديب سيرفايكال والبريلارينجل والبريتراكيل ليمف نود دول الليمفاتيك درينج اوف ذا سكند كومن سويلنج ان ذا نك مين السكند كومن سويلنج في النك؟ ثايرويد جلاند انلارجمنت المرض الشهير بجويتر وزي ما انتم عارفين الجويتر للاسف قد يكون مالجنانت جويتر فاروح اعمل لك ميتاستاسيس في الابر واللور ايكس سيرفايكال والجرين انجل بيتراكيال ليمف نودز دي يا جماعه على فكره الكلاسيكال اكزامينيشن والروتين اكزامينيشن والروتين كلاسيفيكيشن للسيرفايكال ليمف نودز في بقى ريسنت كلاسيفيكيشن ريسنت كلاسيفيكيشن طلعوها كده الجراحين في السنتين ثلاثه الاخرين
بيقسم لك السيرفايكال ليمف نودز الى 6 ليفلز. 6 ليفلز. ايه 6 ليفلز دول؟ قال لك اولا كل الليمف نودز تتفحص من ورا العيان. فالسيرفايكال ليمف نودز هنفحصها كلها من ورا العيان في طريقه ريزي. ويقول لك ال 6 ليفل بقى دول مين؟ الاوتر سيرفر تشينجر كلهم. ليفل 1 اوتر سيرفر تشينجر كلهم اللي هم سبمنت سبمنديبل بري اوريكلر باروتا بوست اوريكلر اوكسيبيتال دول كلهم ليفل 1. طب وبعدين؟ قال لك اللي في السايد اوزينيك دول اللي هم الديب سيرفايكل نقسمهم لابر ديب سيرفايكل ريليتد للابر بارت اوف الستيرموستويد. ابر ديب سيرفايكل ريليتد تو ذا ابر بارت اوف الستيرموستويد. ميدل ديب سيرفايكل الميدل ديب سيرفايكل دول ريليتد للميدل بارت اوف الستيرموستويد. واللور ديب سيرفايكل ريليتد تو ذا لور بارت اوف الستيرموستويد. فبقى دول الثلاثه ليفلز. فليفل 1 كان مين؟ الاوتر سيركولار تشين. ليفل 2 upper deep cervical. ثلاثة middle deep cervical. ليفل 4 lower deep cervical. طب ليفل 5؟ ليفل 5 بقى تفحص لي البوستيرو ترانجل. البوستيرو ترانجل الليمف نودز اللي فيه يقول لك ده ليفل 5. كل الليمف نودز اللي في البوستيرو ترانجل انكلودنج السوبرا كلافيكيو ده ليفل 5. اما بقى مين ليفل 6؟ البري لارينجل والبري تراكيال ليمف نودز. فدول التقسيمه الحديثه اوتر سيركولار تشين ليفل 1. الديب سيرفايكل اتقسمت ليفل 2 3 4 اللي هي ابر ميدل لور ديب سيرفايكل. ليفل 5 الليمف نودز اللي في البوستيرو ترانجل. ليفل 6 بري لارينجيال اند بري تراكيال. وقال لك بقى في الطريقه الحديثه اللي يعني ريكومندد يعني ب ماني سيرجنز ان يتفحص كل الجماعه اللي احنا قلناهم دول من ورا العيان. فبص بقى من ورا العيان هيعمل ايه؟ من ورا العيان بيحط الديل الاثنين ولو انا الطريقه دي ما بحبهاش يعني ومش متعود عليها بيديك الاثنين تفحص السبمنتال انفلوينت في الميدل لاين بيلو سيرفيس منتال. ثم بيديك الاثنين تفحص الساب مانديبل برضه برولينج على اللور بوردر زمان. ثم بيديك الاثنين بط وبري اوريك وباروت وبوست اوريك و اوكسيد تاخدهم كده على طول من ورا عين. ثم ابر بارت اوف ستيرنوستويد. ابر بارت اوف ستيرنوستويد يبقى بتفحص مين؟ ابر ديب سيرفايكل. طب في الميدل اوف ستيرنوستويد ميدل ديب سيرفايكل. طب في اللور بارت اوف ستيرنوستويد لور ديب سيرفايكل. طب لو فحصنا بقى في البوستيرو ترانجل تبقى ليفل كام؟ ليفل 5. ومن ورا العيان برضه من ورا العيان برضه بتفحص على جوانب اللارنكس البري لارنجيال والبري تراكيال. فدي طريقه اخرى وحديثه سجلت الاول في الكام سنه الاخرين. ويبقى ده هاو تو اكزامن كلاسيكالي وتيبيكالي الطريقه الاولانيه السيرفايكال ليمف نودز وريسنتلي والتقسيمه الجديده بتاعه ال 6 ليفلز والاكزامينشن اوف 6 ليفلز اوف سيرفايكال ليمف نودز.